الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا وبناتنا طلاب الصف الخامس الابتدائي. إن شاء الله نكمل مع بعض شرح الوحدة الأولى الدرسين الرابع والخامس. معكم مستر أحمد عبد الستار. نبدأ مع بعض كي فوكابلري، كلمات الأساسية. معنا كلمات أساسية، أول حاجة ingredients هي مكونات، ingredients oven اللي هو الفرن، oven recipe لا وصفة الطهي، recipe semolina دقيق السميد، semolina syrup اللي هو الشربات او شراب السكر اللي بتحط على الكنافة والبسبوسة والجلاشة، syrup. نقولهم تاني ingredients oven recipe semolina syrup lentil soup اللي هي شوربة العدس، lentil soup diamond اللي هو الماس. طبعا دي احنا عارفين الماس واشكال الماس، diamond mixture سوسبان اللي هو سوسبان وعاء او اناء صغير، سوسبان. almonds اللي هو اللوز، almonds. بعد كده معانا extra vocabulary كلمات اضافية وتصريفات الافعال. ناخد الاول extra vocabulary للكلمات الاضافية، sugar اللي هو السكر، sugar knife حرف K حرف silent يكتب ولا ينطق، knife dish اللي هو الطبق، dish. butter الزبدة، butter shape cocktail juice اللي هو عصير الكوكتيل اللي احنا عارفينه، نقول لك احنا عاملين كوكتيل فواكه، baking powder اللي هي خميرة الخبز اللي هي الخميرة، baking powder minute اللي هي دقيقة، minute يعني يقول لك سيبها مثلا لدقيقة، melted مذاب او منصهر، melted ملوخية للملوخية، بسبوسة البسبوسة add معناها يضيف. عندنا تصريفات الافعال في نوعين من الافعال، في regular verbs في irregular verbs. regular verbs افعال الافعال المنتظمة اللي بحط لها دي او اي دي او اي دي، زي الفعل بيك بيكت، قلنا اذا انتهى الفعل بصوت ك انطق الاي دي ت، ابيك بيكت، بيك بيكت، ميكست بور بورد يصب، بور بورد، بويل بويلد، شير شيرد. في بقى الريجولار فيربس افعال غير منتظمه زي ميك ميد بوت تيك توك، كات فايند فاوند، طبعا دي بنحفظها كما هي. في امبورتنت اكسبريشنز اند بريبوزيشنز تعبيرات وحروف جر هامه، مثلا جايب لي weigh out يعني يزن، weigh out for about 10 minutes لمدة حوالي 10 دقائق، for about 10 minutes turn on معناها يشغل، take حاجة out معناها يخرجها، by hand بواسطة اليد، looks really pretty تبدو جميلة للغاية. هنا جايب لي بعض الاختصارات، بقول لي تي اس بي الاختصار لتي سبون، تي سبون يعني اللي هي المعلقة الشاي الصغيرة، اما تي بي اس بي اللي معناها تيبل سبون اللي هي المعلقة الكبيرة. هنا بقول لي when writing a recipe use a base form of verbs and imperatives، يعني لما يجي نستخدم عن كتابة وصف الطهي بنستخدم الفعل في صيغة الأمر، زي مثلا أقول first مثلا، قصدي زي ما اقول مثلا ايه add، اقول weigh out
زين يبقى كله في صيغة الأمر. وبرضو بستخدم اللي هي التسلسل في الأحداث، يعني أقول فيرست، أقول زين، أفتر ذات، وإلى آخره إي تي سي. جايب لنا وصفة الطهي للبسبوسة، بقول لي my favorite recipe. We cook lots of different things. We cook lots of different things. بنطهي الكثير من الأشياء المختلفة، such as lentil soup، مثل lentil soup، شوربة العدس، فول مدمس، and ملوخية. أما my favorite thing to bake is بسبوسة. أكتر حاجة بحب أخبزها هي البسبوسة. هيقول لي بقى الطريقة. This is how you make it. First، أولا يبقى ليك جايب لك التسلسل أهو. First، you need to turn your oven on. يعني يجب أن تشغل الإيه الفرن بتاعك. ليه؟ قال لي to get it hot، حتى أحصل عليه ساخنا. Then، بعد ذلك التسلسل أهو. Way out، وبيستخدم الأفعال في الأمر. Weigh out the ingredients، then المقادير. Then يعني بعد ذلك، هنا قصدي weigh دي معناها then، يعني اوزن. Weigh out يعني اوزن the ingredients. Then بعد ذلك you mix the semolina، بتضيف الدقيق السميد، coconut، جوز الهند، sugar، السكر، and melted butter، والزبدة المنصهر. وخلي بالك you should mix these ingredients، يعني يجب انت تضيف كل هذه المقادير by hand. mix يعني تخلطها by hand. الواد بيقول I love doing this، انا بحب اعمل كده، ان هو يقلب بايده. then you add the yogurt، اضف الايه الزبادي، and pour. pour هنا معناها يصب. the mixture، تصب المخلوط كله into a baking dish، في صينية الايه العجين او الخبيز. بعد كده قال لي you can use، تستطيع ان انت تستخدم. you can use knife، تستطيع ان تستخدم a skin to make diamond shapes، عشان تعمل اشكال الايه دايموند، اللي احنا قلنا عليها زي اشكال اللؤلؤ كده، او شكل الماسة دايموند على اشكال الماس. on top of the بسبوسة put an almond، طبعا احنا قلنا ان الموند اللي هو الايه اللوز، هنحط اللوز on each دايموند، على كل شكل من اشكال الماسة. It looks really pretty. Bake the basbousa in the oven for 30 minutes. يعني انت تخبز البسبوسة في الفرن حوالي 30 دقيقة. Make the syrup. اعمل ايه الشربات. Put the honey, water and lemon juice. طبعا بنحط العسل والمية وعصير الليمون into a saucepan. وطبعا boil the mixer. Boil the mixture. Boil معناها بنغلي. The mixture الخليط for about 10 minutes. ده عشان نعمل ايه الشربات اللي هو اسمه ايه سيرب. بنجيب ايه هاني، وايه كمان ووتر، وايه كمان والليمون جوس، دول كلهم بنحطهم في اناء صغير. boil the mixture، بنغلي المخلوط ده كله. for about 10 minutes. take it out of the oven، بنطلعه بره الفرن. then pour. pour يعني صبه. pour the syrup over ذا بسبوسة، هنصب الايه الشربات على البسبوسة. cut the بسبوسة and share it with your family. بعدها بقى اقطع البسبوسة ودي لعيلتك كل واحد حتة، حتى يبقوا مبسوطين ويفرحهم بالبسبوسة. هنا بقول لي look and read، اقرأ. بيقول لي ان المانجوز grow in Egypt، المانجا بتنمو في مصر. We can make a lot of drinks and dishes، ممكن نعمل منها مشروبات، نعمل منها أطباق. With it بها يعني. We can make delicious mango juice، ممكن نعمل عصير مانجو لذيذ. Or cocktail juice، أو الكوكتيل. We can also make a fruit salad، ممكن نعمل سلطة فواكه. And a mango cake، وكيكة بالمانجا.
على جنرال اكسرسايزز تدريبات عامة على الوحدة الأولى الدرس الرابع والخامس. Listen and circle the correct answer from A, B, C or D. My favorite fruit is. عندنا في الاستماع My favorite fruit is. هل هي bananas موز, apples تفاح, mangoes المانجا ولا oranges؟ طبعا في الاستماع My favorite fruit is mangoes المانجا. We can make a lot of drinks and not with mangoes. بس بنعمل بنستع من المانجا مشروبات وإيه وشيبس أشكال ولا dishes أطباق وأصناف طعام ولا بوتس وعاء ولا سوب شوربة طبعا بنستخدمها في drinks and dishes. Number 3. I usually use mangoes to make. دائما بستخدم مانجا عشان أصنع إيه؟ أصنع كيك كيكس ولا آيس كريم ولا فروت سلط ولا لنتل سوب شوربة العدس. بستخدمها في صناعة فروت سلط سلطة الفواكه. Number 4. قول we have a mango tree in our aunt's garden. حديقة العمة. Uncle's garden حديقة العم أو الخال. Mother's حديقة الأم ولا grandpa's حديقة الجد. طبعا هي موجودة في حديقة الجد. السؤال الثاني بولي تشوز كروكت أنسر from A, B, C or D. اختر الإجابة الصحيحة. Number 1. All the ingredients in a big bowl by hand. يعني قلب كل المكونات بإيدك في وعاء كبير. تايدي ينظف. ميكس يخلط. ريد يقرأ. رايت يكتب. طبعا احنا عايزين بمعنى يخلط اللي هي ميكس. السؤال الثاني بولي we use A to make diamond shapes عشان اعمل اشكال. الاشكال ديت on the top of the بسبوسة. هستخدم نايف السكينة هقطع بها الاشكال ولا قاب الكوب ولا سوسبان الوعاء الكبير قصدي وعاء صغير مثلا او زبون ملعقة. طبعا هستخدم السكينة نايف. السؤال الثالث my mother uses nut butter to make بسبوسة. fast butter سمنة سريعة ولا ملت المنصهرة ولا ماجيك سحرية ولا تارد ومتعب. طبعا بنستخدم الايه ملتد باتر. بعد كده بقول لي نقط ذا بسبوسة with your family. شاركها معهم ولا ميكس خلطها بيهم ولا بور يصب ولا جراب يسحب بسرعة. طبعا شير ذا بسبوسة هنا معنى شير ان انت تشاركها معهم. السؤال اللي بعده هنا بيقول لي read and complete the text with words from the box. شيف اللي هو الطاهي او كبير الطهاة. بطر الزبدة. كوكينج الطهي. ريسيبيز وصفات الطهي. انجريدينتس المقادير. هاني is my brother. هاني اخي. هي لايكس نقط ديفرنت كاينز اوف فود. يبقى لايكس بيحب ايه؟ لايك ديت حاجة من اتنين يجي بعدها اسم يجي فعل في اي ان جي. عندي هنا الفعل في اي ان جي هو كوكينج. يبقى هي لايكس كوكينج. يبقى نمبر 1 كوكينج واكتب في نمبر 1 هنا كوكينج. بيحب الطهي. يبقى هي لايكس كوكينج ديفرنت كاينز اوف فود. هي وونتس تو بي ا فيموس. ايه عايز يبقى فيموس؟ ايه طبعا عايز يبقى طباخ مشهور. فيموس شيف. يبقى هنا شيف عايز يبقى طاهي او طباخ مشهور. When he grows up, لما يكبر. هاني has an interesting cook book. مع كتاب طاهي شيق. In this book, في هذا الكتاب, there are many different kinds أو there are many different نقط في different recipes وصفات للطهي. يبقى number 4 as number هنا 3 هتبقى ايه recipes اللي هو 3 واكتبها هنا كثير. في كثير من ايه من وصفات الطهي ده حرف R recipes. هانيز كوك بوك يعني كتاب هاني للطهي. helps him remember the ingredients of many delicious recipes.
يبقى هنا نقول remember the ingredients، المكونات أو المقادير، مقادير بتاعة الإيه؟ الأكلات اللي هو بيطبخها، ingredients. ingredients number 4. السؤال اللي بعده بسأل القطعة. هنا بيقول لي read the text and answer the questions، اقرأ القطعة وأجب على الأسئلة. We cook lots of different things، بنطبخ الكثير من الأشياء المختلفة. such as lentil soup، فول مدمس، and ملوخية. My favorite thing to bake is بسبوسة. طبعا ده القطعة اللي قرأناها دلوقتي. This is how you make it. أولا، first you need to turn your oven on to get it hot. طبعا قرأناها دلوقتي. Then بعد ذلك weigh out the ingredients، زين الإيه؟ المقادير. Then بعد ذلك you mix the semolina، coconut sugar and melted butter. بتخلط مع بعضه السميد وكوكونات جوز الهند والسكر والزبد المنصهر. You should mix these ingredients by hand. يجب عليك انت تقوم بخلط هذه الاشياء باليد. I love doing this. طبعا ده قرأناه دلوقتي بس برضو بنقرأ القطعة. Then اللي هو بعد ذلك. Then طبعا اتغطت الكلمة ديت. Then بعد كده you add the yogurt، تضيف الزبادي، and pour the mixture اللي هو الخلط كله into a baking dish، في الصينية اللي هنعمل فيها هنخبز فيها. You can use a knife to make diamond shape، هتستخدم السكين عشان تعمل diamond اللي هو أشكال الماسة. On top of بسبوسة، طبعا هتحط الموند، put an almond، حط ايه؟ لوز. On each diamond، على كل ماسة. It looks really pretty، شكلها جميل. pretty معناها جميل. Bake the بسبوسة in the oven for 30 minutes، حطها في الفرن حوالي 30 دقيقة. نبدأ نحل. السؤال الأول، choose the correct answer from A, B, C or D. The underlined word pretty، قلنا pretty معناها جميل، معناها lazy كسول، bad سيء، beautiful جميل، ولا angry بمعنى غاضب. طبعا احنا قلنا pretty معناها جميل، يبقى هنا يبقى ايه؟ beautiful. السؤال الثاني، this text is about، القطعة دي بتتكلم عن ايه؟ plants we grow، نباتات بنزرعها. how to bake بسبوسة، زي نعمل بسبوسة. Our school trip، رحلة مدرسية. ولا how to study hard، طبعا بتتكلم على how to bake بسبوسة، كيفية صناعة البسبوسة. السؤال اللي بعده بيقول لي answer the following questions. How long، how long يعني كم المدة. How long does it take to bake بسبوسة، مدة صناعة البسبوسة قد ايه؟ طبعا هنقول له for 30 minutes، هنقول كده for المدة for لمدة ايه؟ 30 minutes، لحوالي 30 دقيقة. for 30 minutes. السؤال اللي بعده بيقول لي how can، كيف تستطيع. how can we make diamond shapes، ازاي نعمل الاشكال. on the top of بسبوسة، طبعا هنستخدم ايه؟ هنقول we can use the knife، يبقى نقول we can use، نستطيع ان احنا نستخدم the knife. طبعا عايز تكمل تقول we can use the knife to make diamond shapes on the top of بسبوسة. بس كده اجابة صحيحة. يبقى الاجابة الاولى for 30 minutes، الاجابة التانية we can use the knife، نستخدم السكين. السؤال اللي بعده، السؤال الخامس، put the words in the correct order to make sentences. هنا بقول لي can و delicious و juice و mango و make. هنبدأ ب we، هنقول we can make delicious mango juice، نكتبها. هنقول we نحن can make delicious، لذيذ الطعم، وكان ميك ديليشس
مانجو، مانجو جوس. We can make delicious mango juice. السؤال الثاني هيبدأ بيو، يبقى you should، you يجب عليك، you should يجب عليك ان انت ايه، you should mix، ان انت تخلط the ingredients، mix the ingredients، انت تخلط ال ingredients او المكونات by ايه، by hand. يبقى السؤال ده نقوله you should، يجب عليك you should mix the ingredients by hand. اخر سؤال او السؤال الثالث، هنا سؤال punctuation، اول حرف capital letter. ده سؤال خلي بالك، بيقول لي what dishes can you make with apples. طبعا what w capital letter واخر الجملة question mark عشان ده سؤال. يبقى W capital، طبعا W capital تبقى سبعتين كبار في بعض، وفي الاخر الجملة question mark عشان ده ايه، سؤال. طبعا السؤال اللي بعده سؤال بيقول لي write a paragraph، اكتب paragraph of about 30 words using the following guiding elements على your favorite recipe، اللي هو الوصفة المفضلة عندك. طبعا جايب لي guiding element mix and oven. نبص كده على البراغراف اللي احنا كاتبينه هنا، my favorite recipe اللي هي وصفة مفضلة. طبعا قلنا بنسيب نص سنتي، نبدأ نقول my favorite recipe to cook is بسبوسة، اللي هي الوصفة المفضلة عندي هي البسبوسة. first، اولا we need to turn our oven on، يجب ان احنا نشغل الفرن بتاعنا الاول to get it hot، حتى نجعله ساخنا. then بعد ذلك we weigh out the ingredients، نحن نزن الايه، المقادير. then بعد ذلك we mix the semolina، بنخلط سيمولينا، السميد، كوكونات، جوز الهند، الشجر، السكر، and melted butter، والزبدة المنصهر. then بعد ذلك we add the yogurt، بنضيف الزبادي. then قلنا then we add the yogurt، بنضيف الزبادي، and pour the mixture، وبنصب الخليط into baking dish. طبعا ده اللي هو الايه، ان احنا بنعمل البسبوس. طبعا المقادير هي ايه، المقادير هي سيمولينا، yogurt، sugar، melted butter، and some honey. تاني نقرأها من تاني كله على بعضه، هنقول ايه، my favorite recipe، هنقول my favorite recipe، my favorite recipe to cook is basbousa. first we need to turn our oven on to get it hot، then we weigh out the ingredients، then we mix the semolina، coconut، sugar and melted butter، then we add the yogurt and pour the mixture into a baking dish. The ingredients are semolina، yogurt، sugar، melted butter and some honey. كده خلصنا الدرسين الرابع والخامس. ان شاء الله ده الدرسين الرابع والخامس، ان شاء الله الفيديو القادم ناخد اختبارات على الوحدة الأولى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.